السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم من مطبخ هبة. والنهاردة إن شاء الله نعمل مع بعض أكلة ظريفة جدا جدا، وإن شاء الله كلكم هتحبوها، واللي هيعملها مش هيبطل يعملها. الأكلة دي يا جماعة على الكاميرا أنا هقول لكم، دي والله دي حقيقة، أنا لسه عارفة الأكلة دي من 4 سنين بس، يعني وبالصدفة البحتة. أنا مامتي كانت بتعمل الأكلة دي وإحنا صغيرين، بس مش كان حد فينا بيحبها فبطلت تعملها. يمكن أنا فاكرة آخر مرة ماما عملت فيها الاكله دي يمكن انا في رابع ابتدائي، في الابتدائي. وبعدين من 4 سنين بالظبط انا حصل موقف فحبيت الاكله دي. الاكله دي عباره عن البصاره بتاعتها، فانا نعمل مع بعض البصاره. هنقول المكونات ايه. طبعا انا دخلت وقريت عن البصاره وعرفت اصلها وعرفت عنها معلومات كتير خالص. نص كيلو فول مدشوش، من ما يكون اول شرط فيها ما يكونش منقوع، مش تنقعوا. في ناس طبعا بتنقعوا بال 12 ساعه بالست ساعات، لا، انا نصيحتي انا ليكم ما تخمروش الفول، بل هاتوا الفول اغسلوه كويس جدا، حطوه على النار وحطوا عليه ميه. الميه طبعا مع بعض دلوقتي، الميه تكون مغطياه او زايده شويه. ليه هتكون مغطياه وزايده شويه؟ لان هنا هيطلع ريم كتير، فانا هشيل الريم. كل ما انا واقفه هتدني مع الفول لغايه ما الريم ده يخلص خالص واشيله. ماشي يا جماعه. يبقى مكونات البصله، هنجيب نص كيلو فول مدشوش، هنجيب بصله كبيره عن نص كيلو، 4 فصوص توم. يا جماعه ما تكتروش التوم عشان تتاكل. هنجيب شبت وبقدونس، ربطه شبت وربطه بقدونس. هنجيب قرن فلفل اخضر حراق او فلفل اخضر بارد، وهيبقى معانا بصل مفرماه مع التوم مع 4 5 فصوص توم. برده ما نكترش يا جماعه التوم والبصل في الاكلات دي عشان ما توجعش بطننا. وهتبقى البهارات بتاعتنا عباره عن شطه، دي هنستخدمها، ملح، فلفل اسمر، كمون، بابريكا. بس البابريكا دي مش هنستخدمها في الاكل، البابريكا دي هتبقى للديكور. وان شاء الله هنحط كزبره ناشفه، بس انا لسه ما طلعتهاش. ماشي يا جماعه. ومعانا سمنه وزيت. الاول انا كنت بعملها بزيت، اول سنتين عشان اشتغل عملتها كنت بعملها بزيت، لكن انا ده فول، واحنا بنعمل فول بالزيت ده، بنعمل الفول بالسمن، بنعمل الفول بالزيت، ليه مش نعمل البصاره برده بسمن؟ فانا هنعمل سمن مع زيت، وهنحطها على النار، على نار هاديه كده يا جماعه. ودي هتبقى التقليه بتاعت البصاره. وادي البصل انا ضربه في الكبه هو والثوم، هحطه هنا على نار هاديه خالص خالص، واسيبه لغايه ما يوصل اللون الذهبي الفاتح. يبقى دي يا جماعه الدقه تقريبا بتاعت البصاره، مش عارفه اسمها ايه والله، الصلصه او التسبيكه اللي بنحطها بنزوق بيها البصاره. ماشي يا جماعه. يبقى هي توم وبصل ضربهم في الكبه. انا عاوز اعملهم اجنحه، يعمل طرنشات يعمل، بس انا ده الشكل التقليدي ليها، فبيبقى شكلها افضل واجمل بكتير خالص. انا هسيبها على نار هاديه لغايه ما ايه تاخد اللون الذهبي، وهاطفي. والسمنه والزيت ده يا جماعه هو نفس السمنه والزيت دول اللي هستخدمهم مع الفول هنا. دلوقتي نيجي للبصاره. احنا حطينا دلوقتي الفول والميه بتاعته غطيناها، وهنسيبهم لما يغلوا. هنحط البصل والثوم. طبعا يا جماعه نقطعهم، لان احنا طبيعي هنضرب البصاره دي في الخلاط، فلازم نقطع الحاجات دي بحيث الخلاط مش نبوظ الخلاط بتاعنا، برده نحافظ على الخلاط. فما تبقى الحاجات دي متقطعه، في ناس مش بتقطعها، لا انا بحب اقطع الحاجه عشان الخلاط بتاعي مش يخرب مني، ومن غير ما احط اي بهارات. وهسيب دي خالص، اللي هسيبها لغايه لما تفور واخد الريم اللي عليها وبعد كده هسيبها اغطيها تستوي مع بعضها. ايه تستوي؟ يعني تبوصل الفوله ما هي ناشفه كده، لا امسكها لقاها بتهري. ماشي يا جماعه. برده هي محتاجه ميه عشان انا قلت ما تطلع. انا نفسي استنى معاكم في الفيديو بحيث تشوفوني وانا باخلع الريم، بس الوقت عشان وقت الفيديو انا ممكن ايه نرجع مع بعض مره ثانيه. بعد ما الفول هنا يبصر تماما يا جماعه ويستوي، انا هحط الخضره. مش هحط الخضره قبل كده، لان لو حطيت الخضره دلوقتي هتستوي الجامد فلونها هيسمر، لكن انا عايزه احافظ على اللون الحلو قوي قوي بتاع البصاره اللي هو اللون الاخضر، فانا مش هحط الحاجات دي الا في الاخر خالص. ماشي.
دي دلوقتي والبصل بتاعنا هو مع السمن والزيت، برضو مش هحط له اي بهارات، لان انا لو حطيت اي بهارات هتطري، مش هيديني النوع البصل الكريسبي اللي انا عايزاه. وبعدين يا جماعه برضو نلاحظ، احنا نيجي نحط الملح، لازم الملح يبقى بسيط في البصاره. ليه الملح يبقى بسيط في البصاره؟ لان احنا عندنا الخضره، الخضره دي فيها ملح، فاحنا لازم نحط ملح بسيط وندوقه بعد كده. بص يا جماعه دلوقتي هنعمل مع البصاره، هنقدمها ازاي. انا عندي العيش ده كان هيترمي، فانا ان شاء الله نستغله مع بعض ونعمل بيه، نجيب زيت. انا اخدت العيش ده قطعته شرايح، هنجيب هنا زيت زيتون على زيت عادي، على ثوم، على ملح، على فلفل اسمر. انا مخمراهم بقالهم ساعه يا جماعه على فكره، وبقلبهم كويس. وهامسك العيش وادهنه كويس، اجيب برده بالخلطه دي واشيل ثوم وادهنه بالزيت ده واحطه كده. واشيل بالفرشه يا جماعه برده الثوم وحاجات من دي واحط عليه. دي للناس دي، ممكن يا جماعه نحط زعتر، يعني انا عندي ناس بتحب الزعتر وناس مش بتحب الزعتر، فده الصينيه السوديه للي مش بيحب الزعتر. ماشي، انا هعملها بسرعه، لكن انا عندي في ناس بيحبوا الزعتر، فانا هحط شويه زعتر. الزعتر طبعا بيخليها جميله. واقلبها كويس وادهن العيش دوت، ادهنه كويس كده، وهكمل الصينيه وهدخلهم الفرن يتحمصوا. وده اللي هنقدمه مع عيش البصل، مع البصل. بص يا جماعه بقى كده البصله استوت كده، بصرت. يعني ايه بصرت؟ يعني الفول انهار. شوفوا انا بمسك الفول دايب ازاي، الفول دايبه خالص خالص. فكده احنا دلوقتي هنحط الخضار، وبعدين هنسيب الخضار ده دقيقتين او ثلاثه بالكتير، هنسيب الخضار ده دقيقتين او ثلاثه ينغلي بقى معاها. عشان تدي لونها اخضر. ونجيب بقى في الوقت ده برضو هنحط البهارات بتاعتنا، هنحط الفلفل الاسمر، هنحط الكمون، الشطه، الملح. بس برضو حبه حريصه في الملح، لو ادوقها لو عايزه ملح، لو عايزه ملح تاني احط، لكن البابريكا دي زي ما احنا اتفقنا البابريكا دي للتزيين بتاعها. هي لو حطيت البابريكا هنا هتعمل لي البصاره دي هتبقى حمراء. وعلى فكره يا جماعه البصاره دي اكله يقال انها اكله فرعونيه، ويقال انها اكله جايه مع العصر الفاطمي ومع العصر المملوكي، واكثر ناس مشهورين بيها مصر وتونس والجزائر والمغرب وفلسطين. بس فلسطين الناس اللي هجرت من مصر لفلسطين نقلوها من مصر لفلسطين. فايه الاختلاف يا جماعه بيننا وبين الدول دي؟ اللي على البحر المتوسط بيعملوا ايه؟ بيعملوا البصاره من غير خضره، هو يبصر الفول وبعدين يحطوا الزيت ويملحوها ويضربوها ويغرفوها، وهي كده خلاص دي البصاره عندهم. فلسطين بيحطوا ملوخيه ناشفه، وانا بنصحكم ونصيحه جامده، ما تستخدموش الملوخيه الناشفه خالص 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 في البصاره. وممكن يكون ده المكون اللي احنا مش كنا بنحبه واحنا صغيرين فعلا، ده اللي كان خلينا رافضين تماما البصاره. فهنا يا جماعه هسيبها 3 دقائق واضربها في الخلاط. وهنا دي دلوقتي هي اصفرت اهي، هديها برده درجه كمان من الاصفرار، وبعدين هاخد الزيت ده احطه، وان شاء الله نرجع مع بعض ونعمل برده الحاجات دي مع بعض. بس انا هستنى 3 دقايق لما دي تستوي ونرجع مع بعض. بص يا جماعه شوف التقليه وصلت للدرجه دي، انا عايزاها اللون ده لان هي هتدي لها سخنه. فانا هصفيها واشيلها من الطاسه السخنه دي كده، انا هاخدها خالص. والزيت ده يا جماعه انا هحطه هنا، بس لازم شفته لازم اصفيها من الطاسه السخنه. وانا هاخد دول بس مع ايه، هاخد شويه تقليه احطها هنا ينزلوا مع البصل.
لكن انا لازم صفيتها عشان تبرد، لازم اصفي واخد الزيت بتاعها، بدل ما استخدم زيت تاني هنا لا، يبقى هو ده الزيت اللي هيدخل. وكده البصاله بتاعتنا فرد فرتين ثلاثه وقاعده دقيقتين على النار. هنعمل فيها ايه؟ هنضربها او نضربها في الخلاط. برضه يا جماعه من ضمن النصايح اللي انا بنصحكم بيها، تحطوا الفول من هنا، ما تخمروش فول البصل، وهنضربها ونرجع نقدمها مع بعض. شوفوا يا جماعه، احنا دلوقتي ضربناها في الخلاط، في البلندر، في اي حاجه، في الهاند بلندر اللي انت، اي حاجه سواء انت ضربت فيه كده. اللون ده انا حاساه غامق شويه. احنا بنيجي ناخد بقى، بنحط هنا الزيت بشويه التقليه دي اللي احنا خدناها مكان ما كنا بنعمل التقليه. يعني انت حتى في الخلاط حط شويه زيت في الخلاط واضربه، هيروح مفتح لك اللون. فتح اللون ازاي؟ بدل ويبقى لونها جميل. اللون انا بحب اللون ده في البصاره، وهي كده البصاره خلاص خلصت. هنروح نغرفها في الاطباق ونيجي نقدمها مع بعض. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي غرفنا مع بعض البصاره، دلوقتي احنا حطينا التقليه بتاعتها، بنحط شويه زيت كده على الوش، وبعدين بنعملها ديكور بالايه؟ بالبابريكا. وادي الشكل النهائي للبصاره، ناكلها مع العيش المتحمر بالثوم والزعتر. ولو احنا طبعا عاملين كميه كبيره بنحطها في علب التلاجه دي، ونعينها بتقعد بالاسبوع مش بيحصل لها حاجه، وبالف هنا وشفا. والله يا جماعه احنا، انا حييت البصاره دي في بيتنا عندي وعند اخواتي وعند كل اصحابي، والحمد لله رب كله عجبه الطعم وجربوها، وان شاء الله هتعجبكم. ولو عجبكم، لو عجبتكم البصاره اعملوا اشتراك لهبه واعملوا لها لايك. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.